السلام عليكم. مريضة سيدي بالكبد، كنت كنشتغل مزيان، خطاط برصان، مدة تقريبا 46 سنة، وكرسم جداريات وطنية، واشتغلنا في إطار جمعوي مع الأطفال، وكرسم معروف مدينة الدار البيضاء، الناس كلها كتعرفني. تعرضت لمرض مشكل الكين، وهو ما عنديش التغذية الصحية، هو المشكل الخطير. وإثارة تفكير جلالة الملك في المسألة، قام بإعطاء أهمية لها التغذية الصحية فيما يخص راميت. أنا يا ملي كنت كنشتغل تعرضت لعياء شديد، ومبقيتش كنقدر نتمشى، مبقيتش كنقدر نطلع الدروج، ولا عندي صفيرة في الوجه، صفيرة في العينين. الحمد لله دابا مع الريجيم وليت دابا شوية، بس استعملت لا دواء لا والو. مشيت عند طبيب، أنا كنسكن في حي عادي، البلوك 10 رقم 292. مشيت عند طبيب لما ندخل الاسم ديالو، أنا في حي عادي، دوز يده مني تقريبا شي 500 درهم. درت واحد التحليل اللي غير صغير، عطاها ليا، حدد لي، قال لي عندك مرض في الكبد. قال لي انا ما نقدر ندير معاك حتى شي حاجه، غتمشي عند طبيب. مشيت عند طبيب اقامه الموحدين، لقيت الاف ديال الناس واقفه. قال لي سير على شهر عدش هذا باش تدخل الطبيب، دوزي ب 600 درهم. درت تحليله ديال الصدر 150 درهم، وخرج لي التحاليل 1200 درهم. أنايا كخطاط رسام، ملي غادي نجيب هاد الفلوس وما عنديش التغذية الصحية؟ داكشي كتر عليا بزاف. إترا تدخل بعد أصدقاء، مشيت للسويسي، استقبلوني استقبال جيد، والسبيطار الحمد لله ممتاز. ما استقبلني الدكتور، قال لي مرحبا بك، في اي وقت بغيتي تجي الا بشرط تكون عندك راميد. جيت جمعت الدوسي ديالي، بما انني كنعرف المقدم ديال الدرب، عاش معنا هنا مدة 40 سنة، معرفة شخصية. قدمت لي الدوسي، خليت الدوسي جا العيد الكبير، يعني تا السبيطار غادي يكونوا الناس خارجين، ومع الصيف والعوض هذا مدة تقريبا شهرين، ما كملش شهرين، تقريبا شي شهرين وشي شهر و15 يوم. مشيت للعمالة، بيرو تقريبا على ما أتذكر 53. دخلت عند هذوك الناس المكلفين، صراحة الشهادة لله، ما كيعرفونيش، ناس طيبين، استقبلوني استقبال جميل. تفضل، مرحبا بك، شنو عندك؟ دخلوني للسيستم، قولي الدوسي ديالك ما دخل لا سينيسيس لور، راه باقي في المقاطعة. انا غير بغيت نعرف هاد الناس اللي حاطين في المقاطعة واللي محطوطين، هاد الناس الأغلبية كاينين ناس شرفاء، وحنا راه كنحبو الدولة ديالنا، كنحبو الملك ديالنا، وكنحبو غير هاد الناس المسيرين. دي أنا كإنسان مريض ومحتاج نمشي مع السبيطار، يعني ما عندوش لاش غادي يطمع فيا أنا باش يشد ديال الدوسي هاد المدة كلها، يبقى شادو في المقاطعة. هاد السيد هذا اللي شاد هاد الدوسي، علاش؟ انا ما عرفتش، انا مهم الدوسي راه في المقاطعه، شكون اللي معرقل هادشي؟
وسيدي شاد الملف ولا شي شخص آخر. هي المشكلة اللي كانت وهو أن كانت القائدة جا قائد مرحلة مؤقتة، وهذاك القائد كان عارفه مزيان، أنا مسألة شخصية اشتغلت معه في إطار جمعوي، يعني رجل طيب ممتاز من خيرة القادة اللي كاينين في المغرب. رجعت عند لقيت قائد جديد، هذا القائد هذا تا هو رجل طيب ممتاز، استقبلني استقبال واحد استقبال حار، تكلمنا في فلورا عندي انا حاصل الاجازه ما اشتغلش، وتكلمنا في هذا باش نشتغل جميعا يعني الى صحيت ان شاء الله، جداريات الى اخره. قال لي صافي انا غادي نوقف معاك. دابا انا كنشوف هاد انا اللي ما عندي حتى مشكل، انا مع القائد ولا مع المقدم ديال الدرب، عندنا كيعرف بحال انسان بحال من العائله، راجل طيب العماره دار، انا بغيت غير نعرف انا داك السيد يمكن لك بالدواسه، ما انا ما كنتهموش، ولكن واش هو السبب علاش خلى لي انا الدوسي ديالي تما شهرين والطبيب غادي يشد كونجي، وانا خاصني نمشي لسويسي الناس، وانا انسان مريض مرض مزمن، يعني ما عنديش واحد المدخول، ما عنديش واحد يلا كنشتغل بواحد مستعمل غير ريجيم، مستعمل ريجيم باش واقف هادشي اللي كاين. انا غير بغيت نعرف هاد الناس، انا تقريبا كنشتغل 46 سنة في هاد الميدان ديال الخط والرسم، جداريات تخطيط منذ 1975، يعني تاريخ طويل، لاج دو 14، كنت كنشتغل وكنت كنقرا، كنشتغل وكنقرا، حصلت على الإجازة، دوزت امتحانات لناس ليكول دي كادر ما جابش الله، خرجنا لبرا ما جابش الله، درنا شركة وقفات، فايت، درت فايت، غير يا ما الحمد لله ما كنش دخلت راسي لا سينيسيس. ايه هو دابا انايا كنطلب من المسؤولين والناس اللي كيحكموا على هاد المقاطعات هادو يتدخلوا باش كل واحد يحاولوا ينقذوه في اقرب وقت ويدفعوا له الدوسي في اقرب وقت، وشكرا.